بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، إنه يوم للتاريخ، يوم من خلاله القلوب الإماراتية تخفق من أجل منتخب بلادها، كما أن الأوزبكيين هم أيضا في مهمة تشابه مهمتنا للغاية في هذا المساء. يوم للفرح، تنتظر إمارات الدولة السبعة بإذن الله، ولكل من يتمنى الخير لمنتخب الإمارات الأولمبي في هذه المباراة المهمة والمنتظرة والتاريخية والتي تحمل الكثير من الأماني في هذا المساء. أيها الأحبة الكرام، في كل مكان، في بث شركة أو مؤسسة دبي للإعلام عبر قناة دبي الرياضية وعبر قناة سما دبي وعبر نور دبي ولكل القنوات أيضا الناقلة معنا بنقل دبي الرياضية لهذه المباراة من الدول الخليجية، أهلا وسهلا بالجميع، وكم نحتاج إلى دعواتكم في هذا المساء من أجل ليلة بيضاء خالدة بمشيئة الله، حينما يلتقي أبيضنا الأولمبي بلونه الأحمر أمام الأوزبكي الذي يرتدي القمصان البيضاء في ملعب جار، وهو بعيد عنا وليس بجار، ولكن بكل تأكيد تربطنا بهم أيضا الكثير من الأشياء لعل الدين أبرزها. هذا الملعب الذي يتسع لعشرة آلاف متفرج مشاهدين الكرام، وهذا السيد فاديم إبراموف الذي يظهر أمامكم وهو المدرب الأوزبكي وأيضا هو مدرب المنتخب الأوزبكي الأول، مهدي علي مدربنا وقائد منتخبنا الأولمبي في مباراة اليوم. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق له ولرفاقه ولأبناء الإمارات في هذه المهمة التي إن شاء الله ستكلل بالنجاح في هذه الليلة. مشاهدينا الكرام، متابعينا، يبدأ منتخب الإمارات بخالد عيسى في حراسة المرمى، عبد العزيز هيكل، محمد أحمد، حمدان الكمالي، عبد العزيز صنقور في خط الدفاع، حبيب الفردان وخميس أحمد في الارتكاز، عموري على اليسار اللي هو عمر عبد الرحمن، وراشد عيسى على اليمين، وأحمد علي وأحمد خليل في خط الهجوم، بينما الأوزبك بيبدأون بكوفاتوف في حراسة المرمى، رباعي خط الدفاع أمانوف، وكذلك خوجيا كباروف رقم ثلاثة، مصطفى ييف وخمسة إسلوم، وفي منتصف الملعب كيليجيف وأروزوتوف وحسنوف وموسييف، بينما تورييف ونقاييف في خط الهجوم. التشكيل التحكيمي لمباراة اليوم، ماساكي توما وأوتسوكا ونيشو ثلاثي من اليابان والحكم الرابع من ماليزيا وهو ناغور، بينما الأماني وكل الأماني 4-0 4-0 تقولون عنها، هذه سووها مرة في تصفيات كأس العالم عام 2006 لما لعبوا أمام المنتخب السعودي على صعيد المنتخب الأول وحطوا 3-0 ويومها فازوا 3-0، لكن مو بكل مرة تصدق توقعاتكم. وبإذن الله منتخب الإمارات الذي يدخل بفرصتين من أجل التأهل المباشر إلى لندن، يدخل بفرصة الفوز أو التعادل، وبإذن الله يحسن استغلالها منتخب الإمارات الأولمبي في هذا اليوم التاريخي لكرة الإمارات. نستشعر فيه أكتوبر 89، نستشعر فيه 2007 وكأس الخليج، نستشعر فيه 2003 وكأس العالم للشباب، وعام 97 وعام أيضا 91، وانطلقت ضربة البداية بسم الله وعلى بركة الله. نتمنى أن تمر الدقائق والثواني الأولى على خير، هذه كرة اللعب وبتعدي، هذا طابعهم وهذه طريقة كرتهم، ألا وأنهم يبدأون دائما بضغط يحاولون من خلال مباغتة الخصم وغالبا ما ينجحون في ذلك، لكن منتخبنا بإذن الله متفطنين لأن تمر الدقائق الأولى، وبعدها بإذن الله تعالى منتخب الإمارات قادر على فعل شيء أمام هذا المنتخب الذي واجهه على صعيد الشباب وعلى صعيد الأولمبي، وكان دائما تفوق إماراتي. كرة اللعب تتخلص من مدافع المنتخب الأوزبكي، بتعود لراشد عيسى اللي بيحصلها، بيحاول يمر الكرة لخارج الملعب، هي رمي التماس لصالح منتخب الإمارات الوطني. كرة ملعوبة، محمد أحمد بيحاول يمشيها، مشت الكرة وهناك خطأ يشير إليها توما، ماساكي توما حكم اللقاء من اليابان التي تأهلت رسميا إلى أولمبياد لندن مع كوريا الجنوبية والبطاقة الثالثة المباشرة بين الإمارات وأوزبكستان، وبإذن الله صفاتها ولونها إماراتي خالص. يوم سنكون فيه على أعصابنا لجيل
لجيل قدم الكثير لكرة الإمارات، لجيل تميز بالإنجازات والحضور الرائع. كرة بتتخلص بتعود مرة ثانية إلى خارج الملعب، رمي التماس. هم أبطال الخليج للناشئين، هم أبطال آسيا للشباب، وهم من وصلوا لكأس العالم، وهم أبطال الخليج للأولمبياد الخليجية، وهم كذلك أصحاب الوصافة في أولمبياد آسيا الأخيرة في غوانزو، وهم من يجعلوا أن مستقبلنا بإذن الله مستقبل باهر في رياضة كرة القدم بالنسبة للإمارات. رمي تماس، هيكل بيلعبها، الكرة بتعود لمحمد أحمد، يتقدم محمد، ضغط على حامل الكرة، الأرضية سيئة للغاية، لكن الكرة بتخلص وبتعدي لخارج الملعب. رمي تماس، جمهورنا أيضا حاضر، طيارة خاصة اليوم انتقلت إلى طشقند، عمل كبير لسفارة دولة الإمارات في أوزبكستان، وكل أبناء الإمارات كعادتهم خلف منتخب بلادهم. أحمد علي، أحمد بيحاول يمر، لازالت المحاولة قائمة، تتخلص من المنتخب الأوزبكي، تقابلنا معهم في العين وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف. كرة بتلعب تصل لمنتخبنا الأولمبي، محمد أحمد بيلعب أمامية، كرة بتعود مرة ثانية لصالح منتخب أوزبكستان، أرضية سيئة للغاية للغاية، يعني الكرة لا تكاد تمشي لا تكاد تمشي. كرة ملعوبة الآن لحبيب فردان، منتخب الإمارات الأولمبي آخر إنجازاتهم على صعيد المراحل السنية. حمدان الكمالي بيلعبها عالية وأمامية ليعوض اليوم سعد سرور بناء على رأي فني من قبل السيد مهدي علي. أحمد خليل، أحمد ما سجل في هذه التصفيات، الكرة تتخلص بتعود مرة ثانية للمنتخب الأوزبكي، لا زالت قائمة لمنتخب الإمارات الأولمبي، كرة في مكان سليم باتجاه أحمد، بتعود الكرة وتبعد من قبل الأوزبكيين، مو بقادرين ينقلون الكرة إلى الأمام الأوزبكيين، شايف ضغط عالي ممتاز من قبل لاعبي منتخبنا الأولمبي، الكرة تتخلص وبتعود مرة ثانية لصالح المنتخب الأوزبكي مع صيحات جماهيرهم، ولكن لمحمد أحمد مدافع منتخبنا الأولمبي لا وجود لخطأ يشير إليه حكم اللقاء. هيكل بمبدأ الأمام بيلعبها عالية وأمامية، الكرة عمر عبد الرحمن بيحاول يضايقهم، لا زالت المحاولة قائمة، وصلت لأحمد علي في مكان سليم لمنتخبنا، الكرة ملعوبة الآن لعموري بيلعب أمامية، الكرة لأحمد خليل لكنها بتتخلص تتخلص بتعود مرة ثانية. حلوين حلوين حلوين، تبدأ الأماني وخطأ الآن لصالح أبيض الإمارات، أبيض العرب، خطأ لمصلحته في مكان سليم وقريب من منطقة الجزاء، ومن خلاله يبحث منتخب الإمارات الأولمبي عن أول كرة مباغتة على مرمى الأوزبك. بالتوفيق بالتوفيق، ادعو أمهاتنا اللي في البيوت يدعن، الله يحفظهن، وأبانا يدعون، والكل يدعي وما شيء بعيد عند الله. وكرة لمنتخبنا إن شاء الله فيها علوم طيبة وإن شاء الله فيها أخبار طيبة. الإماراتي الأولمبي الباحث عن بطاقة لندن، الكمالي بيجرب وبيسدد، والكرة تتخلص من قبل مدافع المنتخب الأوزبكي إلى خارج الملعب. رمي تماس، هذا حمدان الكمالي الذي يعود لقيادة منتخب الإمارات الأولمبي بعد أن رأى السيد مهدي علي في المباراة الماضية بأنه لا يشارك كلاعب أساسي، والآن يعود حمدان لقيادة دفاع منتخب الإمارات. كرة ملعوبة عالية وعرضية بالاتجاه الثاني، أحمد علي بيحصلها، واضح الفريقين يعانون من أرضية الملعب، لكن رمي تماس لصالح منتخبنا. كل ما كانت الكرة في ملعبهم كل ما كانت الأمور أفضل بالنسبة لنا، لأنه ممكن أن يعني تحدث أخطاء لهم في دفاعهم ولا يعني يرتاحون في بناء هجماتهم. الكرة لخارج الملعب، رمي تماس لصالح المنتخب الأوزبكي، هذا عمر عبد الرحمن، رمي تماس، دقت ساعة الحقيقة ولحظات الحسم ولحظات التأهل بإذن الله لأولمبياد لندن. عموما منتخب الإمارات ومنتخب أوزبكستان هما ضامنين، إما بطاقة أولى وإما بطاقة الملحق، لكن نحن نبغيها من قاصرها من قاصرها من طشقند إلى لندن دايركت. كرة بتلعب أمامية باتجاه أحمد علي، وهناك خطأ يحتسب ضد أحمد خليل في اللقطة الماضية ولصالح منتخب أوزبكستان. درجة الحرارة تقريبا درجتين مئويتين، لكن الجو يعني يعتبر جيد بالنسبة لوضع أوزبكستان في هذه الأيام، يعني لو المباراة ممكن تلعب بعد ساعة وساعتين كان ممكن
يكون فيها ثلوج، لكن زين انهم اختاروا هذا التوقيت. ملعوبه عاليه واماميه، تصل الكره لعبد العزيز صندور، صندور بحق عليها وبذكاء كبير يكسب من خلال ضربه مرمى. برافو عبد العزيز. تعود بنا الذكريات والمشاركه الاولى للامارات في تصفيات لوس انجلوس عام 84، التاسع من سبتمبر عام 1983، لأول مرة منتخب الإمارات يشارك في تصفيات أولمبياد لوس أنجلوس. المشاركة الأولى والمحاولة الأولى كانت مباراتنا الأولى في بغداد أمام العراق عام 83، ويومها كان مدربنا حشمت مهاجراني الذي لم يستطع أن يدخل الأراضي العراقية آنذاك، ويومها جيل كبير استطاع أن يخرج بنتيجة إيجابية. هذه الكرة أمامية ازعاج الاوزبك، لكن خالد عيسى بيحاول يسيطر عليها، الكره ما زالت خطره لصالح منتخب اوزبك. سكفوا يا عموري، بيبعدها بشكل ممتاز، بيبعدها بشكل ممتاز. الاوزبكيين لما يتفاعلون يكون الصوت عالي جدا. كره ملعوبه الان ترتد لصالح منتخبنا في منتصف الملعب، تعدي الدقائق العشر الاولى بهذا التماسك وبهذا الاداء، لكن الكره ملعوبه الان لصالح منتخب اوزبكستان. تمريره، شايف انزلاق اللاعبين، الارض تحس انها طينيه طينيه، يعني طين، شيء غير طبيعي. الكره بتعدي لخارج الملعب، ضربه مرمى لصالح منتخبنا الاولمبي. كنت اتذكر معكم عام 83 والمشاركه الاولى، واليوم نصل للمحاوله الثانيه، هي الاجمل هي الاقوى لكره الامارات للتصفيات الاولمبيه. يومها منتخبنا لعب امام العراق، كانت تشكيلتنا تبدا بمن؟ انظر لتلك الاسماء: عبد القادر حسن، حسن علي، عبد الكريم خماس، مبارك غانم، بدر صالح، عبد الله سلطان، محمد سالم، فاروق، وفهد عبد الرحمن، سالم حديد، فهد خميس، حسن عبد الوهاب. والمباراة الدولية الأولى لعدنان الطلياني في تلك التصفيات. بعدها توالت المشاركات والمحاولات ولكن كلها باءت بالفشل، لكن في هذا المساء وبلأول مرة بطاقم تدريب وطني كرة الإمارات على مشارف الوصول بإذن الله إلى لندن. كرة بتعدي لخارج الملعب، لأن بدينا مع مهاجراني 84 وكارلوس سيلفا، شايفين حاطين بطانيات، الحاف متلحفين من البرد اللي عندهم. رمي التماس، كرة ملعوبة، الله يعين لعيبتنا، الله يعين لعيبتنا على هذه الأجواء، لكنهم رجال بإذن الله سيأتون بالمقصود والمنتظر بإذن الله في نهاية المطاف. الكرة بتتخلص، برافو منتخب الإمارات الأولمبي. عامر أو عمر بمشيئة مع غياب عامر عبد الرحمن، أحمد علي بيكسب بذكاء، خطأ لصالح منتخبنا الأولمبي ضد اللاعب موسى زيف، اللاعب رقم 18، وخطأ لصالح منتخب الإمارات الأولمبي. إماراتي إماراتي، هؤلاء أبناء زايد الذين تستمعون لأصواتهم الحاضرين خلف منتخب الإمارات الأولمبي في طشقند. خطأ لصالح منتخبنا الأولمبي، يلا يا حمدان على راس أحمد خليل، ومن خليل إلى المرمى. خطأ لصالح منتخبنا، حمدان بيلعبها عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء، المحاولة قائمة، تصل لأحمد علي، بيحاول أحمد، بيسيطر عليها أحمد، بيعيدها مرة ثانية، الكرة لحمدان الكمالي اللي بيلعبها عالية وأمامية، لكن الكرة جاءت على القدم الشمال أو اليسرى لحمدان، وهي القدم التي لا يجيد اللعب بها وعدت إلى خارج الملعب، هي ضربة مرمى. المنتقل لنادي ليون الفرنسي الحالي، وبإذن الله مع أولمبياد لندن يصبح كل لاعبين محترفين. كرة لحبيب، مشاها حلوة لراشد عيسى، راشد بيعيدها مرة ثانية، عمر عبد الرحمن، عمر بيلعبها أمامية، الكرة تصل لأحمد خليل، كنترول رائع في ملعب يصعب من خلال التحكم بالكرة. عشر دقائق أولى، كرة ملعوبة عالية وأمامية، تتخلص من المنتخب الأوزبكي، بتعود مرة ثانية لصالح منتخبنا، حمدان الكمالي بيلعبها حائرة الكرة في منتصف الملعب، لا زالت المحاولة قائمة، اثنين منهم اصطدموا في بعض، يعني ما لنا خص، كرة بتلعب بتعود لصالح منتخب أوزبكستان، عادت، برافو، الضغط على حامل الكرة عالي من قبل لاعبينا مع الدقائق الأولى، وبالتالي قتل جميع الهجمات في مهدها بالنسبة للمنتخب الأوزبكي، وإن صنع فهو يصنع بدون أريحية، وتتكرر أخطاءه كثيرا في منتصف الملعب. كرة عالية وأمامية تصل لمحمد أحمد، تشتيت غير سليم، كان أحد الرجال المبدعين في مباراة أستراليا، احتجاج أوزبكي كبير على الكرة الماضية، سلامتك سلامتك، شافة معافى بإذن الله. هذه الكرة اللي كانت وأبعدت، وأعتقد أنه كان يعني خطأ واضح لصالح منتخب أوزبكستان لكن لم يحتسب.
نحن نشرح للمشاهد الكريم ما يحدث في المباراة، لكن نتمنى أن يكون الحكم معنا والأمور تمشي بهذه الطريقة إن شاء الله. وهذه الكرة مرة أخرى تعاد من المخرج الأوزبكي. بدأت محاولات كرة الإمارات عام 84 مع الإيراني حشمت مهجراني، 88 مع كارلوس البرتو بيريرا، عام 92 باتجاه برشلونة كنا مع السيد والخبير الأوكراني الكبير لوبانوفسكي، 96 مع الكرواتي ستريشكوم، عام 2000 مع البرتغالي كيروش، عام 2004 مع الفرنسي جودار، وعام 2008 مع الفرنسي ديبون، و2012 بصبغة إماراتية خالصة بقيادة مهدي علي. بقيادة مهدي علي. أعيدت الكرة بروح رياضية عالية من عمر عبد الرحمن للمنتخب الأوزبكي. وبعد أن مضت 12 إلى 13 دقيقة على انطلاقة أحداث هذه المباراة الحاسمة والمؤثرة والمهمة للغاية ولعلها الأهم في مسيرة هذا الجيل الذي بإذن الله بكرم من الله عز وجل سيصل إن شاء الله إلى أولمبياد لندن. كرة بتلعب رافع أحمد خليل خلصها، راشد عيسى بيحاول يمر، الكرة بتتخلص إلى خارج الملعب، رمي تماس، رمي تماس. تكتيكيا دقائق مقبولة لمنتخب الإمارات الأولمبي. الكرة هذه أمامية بتعود مرة ثانية لأحمد خليل، أحمد بيحاول، برافو أحمد، بيعيدها لعبد العزيز هيكل، أمامية باتجاه أحمد خليل، حلوة الكرة لصالح منتخبنا، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، تحيات أمام المرمى، شوت، لكنها بتتخلص، تتخلص، القادم أفضل، القادم أفضل، حلوين يا شباب، يلا يا شباب بلادي، كرة ملعوبة الآن لعمر عبد الرحمن، عمر بيلعبها لكن الكرة تخلصت وعادت للمنتخب الأوزبكي والذي يحاول من خلالها بناء هجمة. ممكن نخطف هدف إن شاء الله في الشوط الأول، ممكن إن شاء الله نخطف هدف في الشوط الأول. كرة من عبد العزيز هيك تخلص الكرة إلى خارج الملعب، رمي تماس للأوزبك الذين كنا وقد التقينا معهم مرتين في تصفيات عام 2008، فازوا علينا في الإمارات 2-1 وهدفنا سجله ناصر خميس، وفازوا علينا ايضا في اوزبكستان 2-0. ويومها طبعا خرجنا من الدور التمهيدي، وثالث مره التقينا معهم في استاد خليفه بن زايد في مدينه العين وتعادلنا بدون اهداف، وهذه المره الرابعه وهي اهم المواجهات على الاطلاق. ملعوبه عاليه واماميه، احمد خليل، احمد بيحاول يخطفها، كره غزالت قائمه لاحمد، وروح يا احمد، الكره محاوله لمنتخبنا، كره لعمر، عمر بيلعبها عرضيه داخل منطقه الجزاء، الكره بتتخلص، الكره بتتخلص. بتعود مره ثانيه صالح المنتخب الاوزبكي، اماميه محمد احمد في اللقطه الماضيه وبطاقه صفراء اولى تظهر، خطأ في منتصف الملعب يكسب من خلاله منتخب أوزبكستان، خطأ وبطاقة صفراء أيضا لمحمد أحمد مدافع منتخب الإمارات الأولمبي. هذه الكرة وهذا الخطأ والشد واضح، واحتسب حكم المباراة ماساكي توما بطاقة صفراء. كرة بتلعب عالية وأمامية، زالت الكرة للمنتخب الأوزبكي، تسديدة الكرة يتغير اتجاهها ويسيطر عليها حارس المرمى خالد عيسى، يسيطر عليها خالد عيسى، سيطر خالد عيسى على الكرة الماضية، واللعبة الكرة عالية وأمامية إلى خارج الملعب، رمي تماس لصالح منتخب أوزبكستان. شايف هذه التسديدة وهذه الكرة اللي اصطدمت في وجه محمد أحمد ووصلت بعد ذلك لخالد عيسى حارس مرمى منتخبنا الأولمبي. مرت 15 دقيقة وتبقى 75 دقيقة حتى تعلن الأفراح بإذن الله تعالى في نهاية المباراة. هذه الكرة شوف 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 شوف، واضح أنها اصطدمت بوجه محمد أحمد، مع أن الجمهور الأوزبك كان يطالب بركلة جزاء، بينما هذا فاديم إبراموف قدم أداء رائع في كأس أمم آسيا لكن خربها في مباراة واحدة أمام أستراليا لما خسروا بالستة في الدور نصف النهائي، بينما الأوزبك كانوا هم من افتتحوا البطولة لو تتذكرون على حساب المنتخب القطري الشقيق، والفوز بهدفين مقابل لا شيء.
هدفين مقابل لا شيء. كرة بتعود لمنتخبنا. خالد عيسى بيلعبها عالية وأمامية. تخلص الكرة من المنتخب الأوزبكي بتعود لصالح منتخب أوزبكستان مرة ثانية، لكن الكرة عالية وأمامية أقرب أنها تكون رمي التماسية، بالفعل كذلك تركها وعدت الكرة إلى خارج الملعب رمي التماس. مؤسسة كما ذكرت دبي للإعلام استنفار كبير جدا لهذا الحدث المهم. تنقل المباراة عبر دبي الرياضية وقناة سما دبي وإذاعة نور دبي. وراشد عيسى الكرة بتعدي لخارج الملعب رمي تماس لصالح المنتخب الأوزبكي. يا ويلو يا ويلو. كرة بتلعب لصالح منتخبنا الأولمبي. هذا الملعب يتسع ل 10,000 متفرج، ملعب عادي جدا، يعني غريب جدا لما تلعب في مباريات يعني في ملاعبهم، ملعب بختكور مثلا او ملعب اللي يلعب عليه بنيت كور او اللي يلعب عليه حتى نفيتشي، ما اختاروا غير هالملعب. شيء غريب، شيء غريب، حتى منتخبنا لم يتدرب على أرضية هذا الملعب. عالية أمامية داخل منطقة الجزاء، المحاولة قائمة، كرة لا زالت أمام المرمى، بتتحول إلى رمي التماس لصالح منتخبنا الأولمبي. سقوط لاعب من المنتخب الأوزبكي على أرضية الملعب مصطيف. شايف هم تصادموا بينهم البين. يصيب اللاعب، لا امانوف، امانوف يعني امان بس زيد عليه نوف، والمباراة امان الى الان. رمي التماس لصالح منتخبنا الاولمبي. رمي التماس تلعب، رمي التماس عالية وامامية داخل منطقة الجزاء، وصلت لحبيب الفردان. حبيب يحاول يمر، برافو يا حبيب، تقدم، العبها حبيب، العبها عرضية، عرضية داخل منطقة الجزاء. المحاولة تبعد من قبل الأوزبك، تعود سريعا لمنتخبنا الأولمبي. برافو يا شباب. الكرة الآن لخميس إسماعيل بيلعبها عالية وأمامية سهلة تماما ليد حارس المرمى كوفانوف، حارس مرمى منتخب أوزبكستان. بداية هجمة للأوزبك في منتصف الملعب مع صيحات جماهيرهم. يحاول يتقدم، يكسب فيها مساحة، بتتخلص من أمامه، يشير حكم المباراة على وجود خطأ في اللقطة الماضية وضربة حرة مباشرة لصالح منتخب أوزبكستان لكابتن وقائد الفريق موسيف. هذا الحكم اللي أمامكم 38 سنة وابن مدينة الكارثة اليابانية، ابن مدينة هيروشيما، الكارثة الشهيرة في الحرب العالمية الثانية والقنبلة الذرية التي ألقيت على هذه المدينة وراح ضحيتها عدد كبير من البشر حينها. ملعوبة حلوة لمنتخبنا خميس إسماعيل بمشية، لكن برافو عبد العزيز هيكل بيحاول، بتعود الكرة تتخلص لمنتخبنا إلى راشد عيسى إلى الأمام. يا راشد بيلعبها عالية وأمامية، الكرة بيحاول من خلالها أحمد علي حارس المرمى، بيلتقط الكرة الماضية كوفاتوف وبيسيطر عليه. 20 دقيقة والمتبقي 70 من عمر هذه المباراة التاريخية والمهمة. كرة ملعوبة عالية وأمامية، لكن الكمالي بيخلصها إلى خارج الملعب، رمي تماسي صالح منتخب أوزبكستان. تلعب رمية التماس، تغطية ممتازة من حمدان، الكرة إلى خارج الملعب، ضربة ركنية لصالح منتخب أوزبكستان على يسار حارس المرمى خالد عيسى، مع هتافات جماهيرية كبيرة للجماهير الأوزبكية، ذلك حق مشروع منتخب بلادهم مثل ما نحن نشجع منتخب بلادنا هم يشجعون منتخب بلادهم. ضربة ركنية، كرة بتلعب عالية وعرضية، برافو راشد عيسى بيخلصها، بتعود مرة ثانية على الطرف الأيمن للمنتخب الأوزبكي وتحديدا بقدم كيلي جيف اللي بيمر من اثنين وبيحاول يمر من الثالث لكن خلصوها شباب الإمارات. كرة ملعوبة من عمر عبد الرحمن ممتازة لأحمد خليل اللي بيتقدم ويحاول انه يواصل، وهناك دفع واضح والكرة بتعدي لخارج الملعب رمي التماس لصالح منتخب أوزبكستان. نقترب من نصف شوط المباراة الأول. هي مباراة نعيش مع أحداثها وتفاصيلها لحظة بلحظة. كرة اللعب للمنتخب الأوزبكي بقدم تريف،
يحاول يمر على الجانب الايمن، تصل الكره لحسنوف اللي بيلعبها عاليه وعرضيه، الكره خطره لمنتخب اوزبكستان، لازالت المحاوله قائمه، تغطيه مطلوبه، برافو حبيب، خلصها حبيب، بتعود لمنتخب اوزبكستان اللي بدا يحاول يخرج من المناطق الخلفيه ويتقدم للامام، كره بتلعب عاليه اقصى الجهه، عبد العزيز هيكل بين الاثنين، بتعود الكره، برافو عبد العزيز وبرافو عمر، خلصها، عادت الكره في منتصف الملعب لأحمد علي، وخطأ يحتسب لصالح منتخب أوزبكستان. تلعب الكرة عالية وأمامية، راشد عيسى بيغطي وبيخلص الكرة إلى رمي التماس لصالح منتخب أوزبكستان، عالية وأمامية، برافو حمدان بيخلصها، بتعود الكرة تصل لعمر عبد الرحمن اللي بيخلصها أيضا وبيلعبها الكرة في منتصف الملعب، خليل بيحاول ينزلها، بتعود برافو حلوه لمنتخبنا الاولمبي، يلا يا راشد، واحده من المرتدات يا راشد، معك احمد علي، لعبها لكنها قصيره، خلصها مدافع المنتخب الاوزبكي الى خارج الملعب، رمي التماس. الان نصف شوط المباراه الاول يمضي وامامنا نصف اخر ونصفين في شوط المباراه الثاني، واذكر بان هذه النتيجه تؤهلنا الى اولمبياد لندن، التعادل او الفوز، بينما الاوزبك يكفيهم الفوز بفارق هدف للتاهل الى اولمبياد لندن. منتخب أوزبكستان يبني الهجمة بالطريقة التقليدية من الخلف بالخطأ، شايف الضغط العالي يولد أخطاء كبيرة جدا لدفاع أوزبكستان، وهنا مادي يوجه، يبدو راشد عيسى بأن يلزم الجهة اليسرى، تلعب رمية التماس، كرة بتتخلص، بتعود برافو حمدان بيخلصها، كرة مرة ثانية لا زالت لصالح المنتخب الاوزبكي وتحديدا بقدم اللاعب كليجييف، يبدو انه مهاري بطريقه جيده، لكن كان لديهم كريموف احد اللاعبين المميزين، الكره هذه اماميه، حمدان الكمالي بيعيدها لحارس المرمى خالد عيسى، حارس مرمى منتخبنا الاولمبي بيسيطر على الكره. خالد عاليه واماميه، بتعدي منتصف الملعب، احمد خليل باتجاه عمر عبد الرحمن، كنترول رائع من عمر، معك احمد خليل، مشاح حلوه لاحمد، كره في مكان سليم لمنتخبنا الاولمبي باتجاه المرمى لكن في الشباك الخارجيه، محاوله مباغته من احمد خليل، الكره بتعدي لخارج الملعب، هو تخصص في مرماهم عام 2008 في الدمام، سجل هدفين في مرماهم في النهائي، وفي ايضا غوانزو سجل هدفين ايضا، وبالتالي هو يعرف تماما خبايا المرمى الاوزبكي من خلال مواجهات سابقه كان على صعيد منتخب الشباب او على الصعيد الاولمبي. كره من خلال فاول وخطا لصالح منتخبنا الاولمبي. برافو شباب، مهدين اللعب بوعي كامل، يديرون المباراه بهدوء وبشكل مميز الصراحه. الان كره بتعدي، ما زالت عمر بيلعبها أمامية، كرة لأحمد علي في مكان سليم، بيلعبها الكرة إلى ضربة ركنية لصالح منتخبنا الأولمبي، هي بإذن الله تكون أولى الأهداف في مباراة اليوم، أول أهدافنا، أول إصاباتنا في المرمى الأوزبكي كي تصعب المهمة. شايف الأوزبك الآن يجهزون لاعب مهاجم اسمه كوزاك، إدراكا من مدربهم بأن فريقهم مو بقادر يعني يعمل شيء امام مرمى منتخبنا الاولمبي، الكره ملعوبه حلوه لراشد عيسى، بيحاول الكره الى ضربه مرمى لصالح المنتخب الاوزبكي، ضربه مرمى يعني حتى مع بدايه المباراه رغم ان الملعب يتسع ل 10,000 متفرج الا ان الحضور ما كان بهذا العدد. الان يسحب مدافع ويشرك مهاجم، خوجيا كبروف يترك ارضيه الملعب اللاعب المدافع، والمشاركه من قبل كوزاك الذي يظهر امامكم الان. Substitution for Uzbekistan. Player number 3 Abduqahhor Hojikbarov replaced by player number 10 Vladimir Kazak. ايضا فلاديمير كوزاك يشارك الان بالنسبه لمنتخب اوزبكستان بعد مرور 25 دقيقه. رقم ميدانجي فلاديمير كازاك اشتهى. رامي التماس لصالح منتخبنا الاولمبي. كرة لعمر أمامية،
اقرب لدفاع المنتخب الاوزبكي وتحديدا بقدم اللاعب امانوف يلعبها عاليه واماميه. عبد العزيز صنقور بيخلصها بشكل ممتاز، كره بتعود لصالح منتخبنا الان في منتصف الملعب. خميس اسماعيل بيسيطر عليه، عبد العزيز صنقور يحاول الحق، الكره بتعدي اطول من اللازم من خميس، واذا رمي التماسي صالح منتخب اوزبكستان. لم يصلوا ولم نصل، كان في هذه المجموعة العراق واستراليا اللي تعادلوا اليوم بدون أهداف، وهم مودعين طبعا للتصفيات، لا لهم حظوظ لا في المركز الأول ولا في المركز الثاني. هاردك للمنتخب العراقي الشقيق في هذه المجموعة، وكرة اللعب عالية وأمامية. عبد العزيز هيكل بيخلصها لخارج الملعب، رمي التماس لصالح منتخب أوزبكستان. التماس على تنفيذها اللاعب زوتوييف، بيلعبها لكوزاك، بتعود مره ثانيه عمر عبد الرحمن بشكل ممتاز بيخلصها، لكن بعد ذلك ما ابعدها بالشكل السليم. الكره بتعود لكوزاك وخطا يحتسب لصالح منتخب اوزبكستان، خطا يتحصلون اليه في مكان قريب من زاويه الضربه الركنيه لصالح المنتخب الاوزبكي. هنا بدايه الخطا، هنا كان من المفترض ان يبعدها عمر عبد الرحمن، لكن بعد ذلك الخطأ واضح، شفنا القميص من قبل حبيب الفردان، والآن خطأ لصالح المنتخب الأوزبكي، خطأ لصالح المنتخب الأوزبكي. على التنفيذ دائما كيلجييف هو أبرزهم حتى الآن، كيلجييف بيلعبها عالية وأمامية، الكرة بيخلصها محمد أحمد، إلى ضربة ركنية لصالح منتخب أوزبكستان. شايف هذه الكرة اللي من خلالها ضربة ركنية عالية وعرضية بتتخلص، بتعود لصالح منتخبنا. عمر عبد الرحمن بيلعبها أمامية باتجاه أحمد علي، لكن أقرب لمدافع المنتخب الأوزبكي. أحمد بيضغط على حارس المرمى، وحارس المرمى بيلعبها مش بالشكل المطلوب، بتعود الكرة ورمي التماس. برافو، أفضل سمة لمنتخبنا هو الضغط العالي الذي يجريه على لاعبي المنتخب الأوزبكي، مما يجعل بناء هجمتهم بشكل صعب وارتكابهم للأخطاء من خلال التمرير وفقدان الكرة في أكثر من مرة. والآن كرة أخرى إلى خارج الملعب، رمي التماس لصالح أولمبي الإمارات الذي يريد لندن، والإماراتيين علاقتهم بلندن من زمان، ما يحبون الإماراتيين يصيفون إلا في لندن، المتعة في لندن، ونحن بيني وبينكم كلنا نبغى نصيف في لندن. خطأ الآن لصالح منتخبنا الأولمبي، ونحن نقترب من أول نصف ساعة مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قناة دبي الرياضية وسما دبي وإذاعة نور دبي، ولكل القنوات الخليجية أيضا التي نرحب بها الناقلة معنا والمنضمة لدبي الرياضية في هذه المباراة. وخطأ الآن لمنتخبنا الأولمبي، الكرة بتتخلص وبتبعد من قبل الأوزبك، بتعود مرة ثانية لمنتخبنا. صنقور بيلعبها لهيكل أمامية، يا هيكل لعبها أمامية أطول من اللازم، الكرة أقرب لأن تكون ضربة مرمى، هي بالفعل كذلك. تسير المباراة تكتيكيا بشكل جيد، المباراة ماشية بشكل جيد، منتخبنا يعطل المنتخب الأوزبكي في ملعبه، وبالتالي يحد كثيرا من صناعة أي كرة على مرمانا. كرة بتلعب عالية أمامية، تتخلص بتعود مرة ثانية للأوزبك، تمرير الكرة أمامية، لكن هيكل بيخلصها عالية وأمامية. برافو هيكل، بيخلصها لخارج الملعب، رمي التماس لصالح المنتخب الأوزبكي، رمي التماس لصالح المنتخب الأوزبكي. مرت نصف ساعة وتبقت ساعة من تحقيق الحلم في هذا اليوم 14 مارس 2012، يوم للتاريخ بإذن الله تعالى. أحمد لعمر، عمر بلما بمشي لحبيب فردان في منتصف الملعب لصالح منتخبنا الأولمبي. حبيب يتقدم بيلعبها باتجاه راشد عيسى، راشد يبحث عن أحمد خليل، أحمد معاك عمر، بيلعبها تصل الكرة لعمر، عمر تباطأ فيها، الكرة تخلصت من أمامه، عادت لصالح المنتخب الأوزبكي، لكن تغطية ممتازة من حمد الكمالي بتعود لمنتخبنا الأفضل واللي شخصيته واضحة في أرضية الملعب على حساب المنتخب الأوزبكي. عمر بيلعبها أمامية باتجاه أحمد خليل، بتعود الكرة لكوزاك، مرة ثانية بتعود الكرة لأحمد علي، الكرة ما زالت إلى خارج الملعب، رمي التماس تحتسب لمصلحة أوزبكستان.
التجربة للمنتخب الأوزبكي في منتصف الملعب. كوزاك بيحاول يتقدم، خطأ يحتسب ضد عمر عبد الرحمن في اللقطة الماضية ولصالح منتخب أوزبكستان. مساكي توما يحتسب خطأ ضد عمر عبد الرحمن ولصالح المنتخب الأوزبكي في منتصف ملعبنا. شايف هذه الكرة والعرقلة، وهنا الخطأ اللي راح ينفذ لصالح منتخب أوزبكستان. دائما كليجيف رقم 7 هو محور لعب المنتخب الأوزبكي. كليجيف عالية وأمامية، كرة بتتخلص، برافو، بتعود لمنتخب أوزبكستان عن طريق اللاعب أمانوف بيمشيها على الطرف الأيمن، لكن الكرة تعود للمنتخب الأوزبكي. كوزاك بيلعبها عرضية، كمالي، برافو، حمدان بيخلصها، بتعود مرة ثانية لصالح منتخب أوزبكستان على الطرف الأيمن، وتحديدا بقدم اللاعب حسنوف لكوزاك بيلعبها عرضية الكمالي، وتغطية هذه خطرة لمنتخب أوزبكستان، لكن برافو 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 حبيب اللي بيخلص وبيبعد وبيمرر الكرة أمامية. لا نتراجع إلى الخلف، نطبق سياسة الدقائق الأولى اللي كانت بشكل ممتاز لمنتخبنا. كرة برافو من راشد عيسى، لكن لم تتهيأ للأوزبك، ابعد يا محمد، ابعد يا محمد أحمد. كرة في منتصف الملعب، حلوة، عمر الآن يبحث عن خليل، بيلعبها لأحمد علي، مرتدة لمنتخبنا الأولمبي، لكن الكرة بتعود مرة ثانية لصالح المنتخب الأوزبكي، وصلت لعمر، يلا يا عمر، كرة لمنتخبنا الأولمبي في مكان سليم، عموري لازال بيلعبها لخليل، لكن الكرة تخلصت. بتعود مرة ثانية لنا، نستغل يا شباب، والله قادرين بإذن الله. كرة لأحمد خليل بيحاول، الكرة ما زالت قائمة لكنها بتتخلص لمنتخب أوزبكستان. لتورييف المتراجع إلى الخلف لصناعة كرة، حبيب بيخلصها، بتعود الكرة لكيليجييف اللي بيلعبها وبينقل اللعب للجهة اليمنى، لكن الكرة بتعدي لخارج الملعب، ضربة مرمى. إقامة المباراة في أرضية هذا الملعب يدفع ثمنها المنتخب الأوزبكي حتى الآن هم أرادوا أن يلعبوا في هذا الملعب اللي واضح أن أرضيته سيئة للغاية، ومع ذلك ولله الحمد نحن ثابتين، ومنتخبهم هو اللي مهتز في درجات كبيرة جدا من حيث صناعة اللعب والتمرير وما إلى ذلك. برافو راشد عيسى، بيحاول الكرة بتعدي للمنتخب الأوزبكي الآن على الطرف الأيمن، محاولة التقدم ولعب الكرة عرضية، كرة هدية لمنتخب أوزبكستان، وهدف أول لصالح المنتخب الأوزبكي في أول كرة يعني فيها خطورة لصالح منتخب أوزبكستان في الدقائق العشر الأخيرة على نهاية شوط المباراة الأول. الحظ يقف مع المنتخب الأوزبكي ويتقدمون بأول أهداف المباراة. إذن منتخب أوزبكستان يتقدم بهدف يبدو عن طريق زوتييف، في تردد كان من خالد عيسى لكن أنقذها، وبعد ذلك الكرة تهيأت لزوتييف اللي وضعها في المرمى وتقدم لصالح المنتخب الأوزبكي. أول هدف يسجل المنتخب الأوزبكي، شايف هذه الكرة اللي كان فيها تردد من حارس المرمى ومحمد أحمد، بعد ذلك التغطية، محمد أحمد حاول فيها لكن الكرة عدت وسجلت في المرمى وأعلنت عن تقدم الأوزبك بأول أهداف المباراة. بهذه النتيجة إذا ما استمرت وانتهت المباراة بهذه النتيجة تكون أوزبكستان هي اللي تأخذ بطاقة التأهل لأولمبياد لندن، وإذا عاد منتخبنا ستكون الأفضلية لنا في التأهل. لسه بدري ولسه الأمور ممكن أنها تتعدل، ولسه منتخب الإمارات الوطني قادر على العودة للمباراة. هذا هو زوتييف صاحب هدف المباراة الوحيد. هذه الكرة شايف، مع ذلك والله خالد عيسى أنقذها لكن غفلة، وأول خطأ يرتكب من منتخب الإمارات في 35 دقيقة. هذه جزئيات كرة القدم البسيطة اللي نتكلم عنها، خطأ مثل هذا ممكن يكلفك بطاقة التأهل، لكن هم قادرين بإذن الله
بدعواتكم وبعملهم في أرضية الملعب. لن نفقد الأمل حتى آخر لحظة. محمد بن راشد المكتوم يقول ما دام من حي فلا بقطع الياس حبل الرجاء ولا قطعت النفوسي. ما تبطون 4-0 والله تبطون. كرة ملعوبة عالية وأمامية لمنتخب أوزبكستان. محاولة قائمة على الطرف الأيمن. كرة ملعوبة عرضية. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. التركيز مطلوب بالذات من محوري دفاع منتخب الإمارات الأولمبي في مثل هذه الكرات العرضية. تراجعنا للخلف يعني جعل الأوزبك يتقدمون إلى الأمام. وهنا كرة إلى رمي التماس. رمي التماس شايف هذه الكرة. وهنا لعب الكرة العرضية الخطرة جدا يعني هذه أي لمسة كانت ممكن تكون هدف. رمي التماس تصل الكرة لحبيب إلى صنقور إلى خميس إلى عمر. لم بشكل ممتاز معك. كرة بيلعبها عمر عالية وأمامية لكنها بتتخلص بتعود لصالح المنتخب الأوزبكي. أمامية مرة ثانية لمنتخبنا. أحمد خليل بيحاول لم يظهر حتى الآن خليل وهو غائب طبعا عن المباريات وعاد في المباراة الماضية. هنا خطأ واضح لم يحتسب حكم المباراة الياباني توما والكرة تتخلص إلى ضربة أو رمي التماس لصالح منتخب أوزبكستان. رمي التماس لصالح المنتخب الأوزبكي. لاعب آخر يسقط من الأوزبكيين وهو حسنوف اللي كان خطأ واضح ضد عبد العزيز صنقور في اللقطة الماضية ومع ذلك حكم المباراة لم يشير على وجود خطأ. مع ذلك نقول ما في حالات تحكيمية يعني نتكلم عنها مؤثرة في المباراة. المباراة تسير بشكل جيد تحكيميا وبعض الهفوات واردة أن هي تحدث بالنسبة لبعض الأخطاء. شايف هذه الكرة اللي خميس إسماعيل بعد ما لعب الكرة الأوزبكي يعني حدث فيها اشتراك. وهنا جماهير أوزبكستان حتى الآن هي التي تحتفل. متقدمة في شوط ما لهم فيه شيء يعني شوط ما صنعوا كرة خطرة على منتخبنا في شوط ما عملوا شيء. كان منتخبنا هو الأفضل ومع ذلك تقدموا بهدف كانوا محظوظين فيه للغاية. كرة لعمر عبد الرحمن تدخل قوي ضد عمر وخطأ لصالح منتخبنا الأولمبي. كرة بتلعب لعمر أمامية حاول من خلال أحمد خليل بتعود الكرة لخميس لعمر عمر لأحمد أحمد خليل بيلعبها لكن الكرة بشكل غير سليم خلصت من أمامه. إصابة أثرت عليه كثير والغياب أثر عليه كثير وهنا ضغط عالي على لاعبي منتخب أوزبكستان. تتخلص الكرة كل ما ضغطنا كل ما كانت الأفضلية لنا. كرة بتلعب لأحمد علي أحمد لعمر إسناد من راشد عيسى عرضية داخل منطقة الجزاء إبعاد من قبل الدفاع الأوزبكي. بتعود الكرة لراشد يعيدها بالخلف أقرب الكرة لصنقور أعادها باتجاه حمدان الكمالي. كمالي بيلعبها عالية وأمامية سهلة تماما للدفاع أوزبكستان ولحارس المرمى كوفاتوف حارس مرمى المنتخب الأوزبكي. آخر 5 دقائق مشاهدينا متابعينا في كل مكان على نهاية شوط المباراة الأول. المنتخب الأوزبكي متقدم بهدف سجل في الدقيقة 35 من قبل اللاعب زوتوييف اللي مسجل الهدف الوحيد حتى الآن. كرة أمامية بتعدي لخارج الملعب رمي التماس. شايف الجمهور الأوزبكي فعال في كل هجمة. حبيب الفردان لمنتخب الإمارات الأولمبي. حبيب بمشيها على الطرف الأيسر لصنقور. صنقور حلوة لراشد عيسى اللي بيسيطر بيتقدم بيسقط خطأ من المفترض أن تظهر فيه البطاقة الصفراء نفس خطأ محمد أحمد بالضبط وحكم المباراة الياباني فقط اكتفى بالخطأ فقط اكتفى بالخطأ. كرة بتعود
مرة ثانية راشد عيسى، حلوة لأحمد، سيطر منتخبنا في هذه اللحظات. أحمد خليل يعني ممكن يكون أول البدلاء لحالته الغير جيدة في المباراة، هو معذور في كل الأحوال باعتبار أن أحمد يعني غايب فترة وما رجع غير في مباراة أستراليا، ما كان مقنع في مباراة أستراليا، لكن يعني مو بأحمد اللي ننتظره. يعني كرة بتلعب لأحمد علي، عمر عبد الرحمن، لكن إن شاء الله يقدم لنا شيء أحمد، شيء من فنه ومن لعبه ومن خطورته ومن قوة الهجومية. محمد أحمد إلى خالد عيسى، يتخلص الكرة بتعود خالد، بيسيطر على الكرة الماضية، نبعد عن الأخطاء الفردية والكرات اللي ممكن أن تمثل علينا شيء، ونلعب دائما بمبدأ الأمان. كرة لأحمد علي، أحمد بيحاول، أمانوف، الكرة حضر عليها أمانوف إلى خارج الملعب، رمية تماس، ضربة مرمى لصالح منتخب أوزبكستان. خلاص الشوط الأول يشارف على نهايته، كوريا صعدت واليابان صعدت ودخلت سوريا وأيضا ممكن عمان أو قطر للملحق، وبانتظار فريق من هذه المجموعة للملحق وفريق للندن مباشرة. كرة اللعب عالية وأمامية بتعدي منتصف الملعب، بتعود مرة ثانية للمنتخب الأوزبكي وبناية هجمة، بناء هجمة على الطرف اليمين، الكرة ببعدها خميس إسماعيل إلى خارج الملعب، رمي تماس لصالح المنتخب الأوزبكي. رمي تماس، هنا المدربين كل منهما يقف وكل منهما مواطن لبلده. هذه الكرة بدأوا يلعبون على هذه الكرات الساقطة خلف دفاع منتخب الإمارات، لكن إجمالهم إجمالي يعني بكل حياد نقول ما كان يعني يستحق منتخبنا أن يتأخر في شوط المباراة الأول. ما قدم المنتخب الأوزبكي ما يشفع له من ناحية أداء وفرص وخطورة وضغط ومجهود كي يتقدم، لكنها هي حظوظ وتوافيق، وكرة ملعوبة الآن وإن شاء الله يكون الحظ حليفنا إن شاء الله. راشد عيسى بيسيطر عليها، راشد، كرة ملعوبة الآن لحبيب، لعمر، حبيب فردان، حبيب بيلعبها لراشد عيسى لمنتخبنا، راشد بيلعبها عرضية، الكرة بتتخلص وتبعد من دفاع المنتخب الأوزبكي. عادت الكرة لعبد العزيز صنقور، عبد العزيز يفقد الكرة في مكان ممكن ترتد الكرة على مرمانا، نعم ارتدت وتتخلص الآن للمنتخب الأوزبكي. حسنوف مع حمدان الكمالي، حسنوف، برافو حمدان، بيخلصها من أمامه وبيكسب خطأ لصالح منتخبنا الأولمبي. ثواني الأخيرة ويصدر الستار على شوط المباراة الأول، ما زال الأمل قائم بالله أولا بدعواتكم بعمل رجالنا في أرضية الملعب وشبابنا، وبإذن الله تتبدل الأمور وتعود الحظوظ ويكون قادر منتخب الإمارات على صنع هذا الإنجاز. وصلنا كأس العالم للناشئين، وصلنا للشباب، وصلنا على صعيد المنتخب الأول، ولكن إنجاز الأولمبي لم يتحقق منذ بداية مشاركات الكرة الإماراتية من تصفيات لوس أنجلوس عام 84. دقيقتان وقت بدل ضائع لشوط المباراة الأول. يا سلام، كرة تمشي لمنتخب الإمارات، عبد العزيز هيكل، عبد العزيز بيحاول، الكرة بتعود لصالح منتخب الأوزبكي، برافو عبد العزيز، بيضغط والكرة اللي خارج الملعب، رمي تماس لصالح منتخب أوزبكستان. رمي التماس، لصالح المنتخب الأوزبكي، مصطيف يتأخر في تنفيذ رمية التماس. كانت أكثر المجموعات تعقيداً، كرة بتتخلص
خلاص أمامنا دقيقة وينتهي الوقت الأصلي، والحسبة يا مهدي كلها في الشوط الثاني. لعبة المدربين في الشوط الثاني، شوط الحسم، ومن خلال الشوط أول واضح أن هذا المنتخب ممكن أنك تجاريه وممكن تتفوق عليه وممكن تسجل فيه مرماه، بشرط أن نثق بقدراتنا أن يزداد الجهد في الشوط الثاني. وبعد لكل حادث حديث. خالد عيسى بيلعب ضربة المرمى، آخر محاولات شوط المباراة الأول. أحمد خليل بيحاول، لكن إيفانوف أمانوف بيخلصها، بتعود الكرة للمنتخب الأوزبكي لكنها تصل لخالد عيسى اللي بيسيطر عليها حارس مرمى منتخبنا الأولمبي. آخر كرة، آخر كرة قبل لا ينتهي هذا الشوط، عالية وأمامية، الكرة أقرب لحارس المرمى. أعتقد أن الشوط الأول الآن انتهى تماما، وفعلا يطلق السيد ماساكي توما صافرتها معلن نهاية شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب الأوزبكي بهدف مقابل لا شيء. سجل في الدقائق العشر الأخيرة، قبل ذلك لم يكن هناك ما يوحي بأن الأوزبك سيتفوقون في الشوط الأول. في الشوط أعتقد أنه مرضي تكتيكيا وبعمل جماعي لمنتخب الإمارات الأولمبي من ناحية التغطية ومن ناحية الضغط على حامل الكرة والضغط العالي الذي مارسه منتخب الإمارات الأولمبي. شوط أول انتهى وشوط الحسم قادم، ونرددها ونقول ما دام من حي فلا بقطع الياس، حبل الرجاء ولا قطعت النفوس، تفاعلوا في شوط المباراة الثاني بهمة رجالكم بإذن الله. عدنان حمد تفضل الكلمة لك. سهلة إلا ما جعلته سهلة وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلة. يا رب سهل على شبابنا هذه الدقائق الحاسمة جدا من أجل فرحة بإذن الله تعم دار زايد الخير والسلام. السامع يقول امين ويقول يا الله وما شيء بعيد عند الله. شكرا عدنان حمد ولضيوفك، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. شوط ثاني باذن الله يكون شوط الحسم والتاهل والوصول الى اولمبياد لندن باذن الله، من خلال على اقل تقدير التعادل وعدم خوض الملحق. على فكره الملحق تاهلت له منتخبات سوريا وعمان و إما الإمارات وأوزبكستان، وعلى فكرة الملحق شيء غريب جدا في الاتحاد الآسيوي، راح تقام مبارياته في فيتنام من خلال هذا الشهر يوم 25 و27 و29، والفائز من هذه يعني التصفيات راح يلعب مع السنغال، وبالتالي مهمة صعبة بكل تأكيد. يعني تخلص على الفريق الآسيوي من خلال مباريات قوية، بعد ذلك تذهب لملاقاة السنغال في السنغال، وكلها أمور صعبة جدا من أجل البطاقة الرابعة المؤهلة. عموما للعرب كلمة، من خلال المغرب ومصر وصلوا عن قارة إفريقيا، وبإذن الله الإمارات عن طريق قارة آسيا. وكرة ملعوبة عالية عرضية، هدف لصالح المنتخب الأوزبكي مع بداية شوط المباراة الثاني بخطأ آخر لدفاع الإمارات. أوزبكستان تسجل هدف ثاني يقربها كثيراً من أولمبياد لندن، ويجعل منتخب الإمارات قريباً أيضاً من الملحق، وبالتالي تصعب المهمة الآن. وإصابة حارس مرمانا خالد عيسى، وأتمنى أن لا ندفع ضريبة التشكيل الذي وضع من بداية المباراة وبعض الأخطاء. وهنا هدف ثاني لصالح المنتخب الأوزبكي، أفضل سيناريو لأوزبكستان، هدف ثاني بعد مرور أقل من دقيقتين على انطلاقة شوط المباراة الثاني. قدر الله ما شاء فعل. هذه الكرة اللي أبعدت من دفاعنا وسجلها الكابتن وقائد المنتخب الأوزبكي موسى ييف، وبالتالي الأمور أصبحت صعبة للغاية خارج أرضنا وفي جو صعب جدا وفي أرضية صعبة وبنتيجة صعبة. الأمور صعبة جدا، وبالتالي أوزبكستان بأقل مجهود ممكن ولكن بنسبة توفيق عالية يقتربون من لندن لأول مرة في تاريخهم.
كرة بتلعب. هنا تدخل المدربين الآن وعمل المدربين وما يمكن أن تسفر عنه تبديلات المدربين وحسن إدارتهم للشوط الثاني. كاتبين إلى لندن 2012 مثل ما نحن كنا كاتبين ومثل ما كنا متأملين. وهنا خطأ لصالح المنتخب الأوزبكي. عالية وأمامية لصالح منتخب أوزبكستان. تتخلص وبتعود الكرة إلى خالد عيسى حارس مرمى منتخب الإمارات الأولمبي. هذه الكرة اللي سجل من خلال الهدف من كابتن وقائد منتخب أوزبكستان. وهنا كرة لأحمد علي، أحمد خليل بيلعب عرضية أمام المرمى لكن بيسيطر عليها حارس مرمى المنتخب الأوزبكي كوفاتوف. حارس مرمى أوزبكستان كوفاتوف. المغامرة، فالآن ليس لدينا ما نخسره. في أسوأ الاحتمالات نحن نلعب الملحق، وبالتالي يجب أن نغامر. الله يلا يلا يلا، هذه غلطة أحمد خليل. يلا يا أحمد، أحمد خطأ لصالح منتخبنا الأولمبي على مشارف منطقة الجزاء. لسه المباراة في الملعب. ادعوا يا ناس، ادعوا يا ناس، السامع يقول آمين. إن شاء الله يعود منتخبنا الأولمبي، والعودة من خلال هذه الكرة يا أحمد يا خليل، من خلال هذه الكرة يا أحمد خليل بإذن الله بإذن الله. يا رب سهلها عليهم، سهلها عليهم. أحمد خليل في مباراة أستراليا في العارضة، لكن هالمرة إن شاء الله في الجول، إن شاء الله في الجول. الدقيقة 50 من عمر المباراة. يلا يا شباب، يلا يا شباب، لازم يا أحمد تكون هدف، لازم تكون هدف، لازم تكون هدف. أحمد خليل، أحمد خليل، أحمد خليل بيلعبها في المرمى. منتخبنا يسجل الآن عن طريق أحمد خليل. خليل يقلص الفارق. يلا يا شباب، يلا يا شباب، والله إنكم قادرين، وبإذن الله قادرين، وربي بيسهلها عليكم إن شاء الله. أحمد خليل يضعها في المرمى ويعيد الأمل من بعيد في مرمى أوزبكستان. منتخب الإمارات الأولمبي يقلص الفارق، والثاني بإذن الله جاي، بإذن الله جاي. كرة ملعوبة حلوة. روح يا راشد، روح يا راشد، راشد لأحمد، أحمد لمن؟ لفردان، فردان لعمر. يلا يا عمر بيلعبها حلوة، حلوة لمنتخبنا الأولمبي. الثاني كرة بتلعب لكنها بتعادي، بنجيب التعادل إن شاء الله. أنتوا ادعوا والله، تراكم تطلبون أكرم الأكرمين، طالبين الله عز وجل، وإن شاء الله راح تكون ساعة إجابة، وبإذن الله ربي راح يكرم هذا الجيل بإن شاء الله التأهل للندن. الآن سجلنا هدف وباقي هدف. سالم صالح وعلي مبخوت، تبديلين هجوميين دفعة واحدة. مكان من؟ هل يستبدل ثنائي الهجوم؟ هل يخرج أحمد وأحمد ويشرك علي وسالم؟ يا ليتك على الأقل يا مهدي بديت بواحد منهم، كان ما خسرنا تبديلات زيادة. لكن عموما ما علينا، ما علينا، الآن المباراة تلعب حتى آخر ثانية. سجلنا هدف وباقي الثاني. كرة ملعوبة لصالح المنتخب الأوزبكي، تصل الآن لأحمد خليل. خطأ لصالح منتخبنا الأولمبي. كرة ملعوبة، الكرة لخارج ملعب، رمي تماس لمنتخب الإماراتي الأولمبي. 2-1. هدف توقيته كان صعب للأوزبك، لكن توقيت هدفنا أيضا كان جيد، رفع المعنويات وأعاد المنتخب إلى حالة التركيز وإلى القدرة بإذن الله تعالى على العودة
للمباراة ونخطفها من تشقند بإذن الله. من تشقند دايركت على لندن دايركت. كرة بتلعب عمر بمشيئة لأحمد خليل، انتظرها هناك لمسة يد. برافو برافو حكم المباراة، لمسة يد لصالح منتخبنا الأولمبي والحكم لا يخرج. لا تركزون على الحكم، ركزوا على المباراة، ركزوا وآمنوا بحظوظكم وبقدراتكم وثقوا بأن هناك شعب بأكمله يدعو لكم بإذن الله. حتى أولياء الأمور هنا عندنا في دبي الرياضية يتابعون لعبتهم ويتابعون أبنائهم، وإن شاء الله أبنائنا لن يعودوا إلا ببطاقة التأهل. يلا يا حمدان الكمالي بيلعبها عالية وعرضية، الكرة لمنتخبنا بتتخلص بتعود لصالح المنتخب الأولمبي الأوزبكي. هذه مرتدة حاول يسيطر عليها برافو عبد العزيز الصنقور، بيعيدها لخالد عيسى. الأمان الأمان الأمان، الكرة ملعوبة لعلي حمدان الكمالي بيلعبها عالية وأمامية باتجاه أحمد خليل، مفروض قتال أكثر يا أحمد. راشد عيسى واللاعب الأوزبكي بتعود من أمانوف أمامية أقرب لمنتخبنا الأولمبي. خميس إسماعيل ممتازة ممتازة، كرة لمنتخبنا الأولمبي في مكان سليم، بمشيها صنقور لراشد عيسى واحدة يا راشد. كرة بتلعب عرضية أرضية لعمر بالكرة من خليل. الله سواها يا زايد، سواها يا زايد، وفي المرمى إماراتية، في المرمى إماراتية. خليل ما له بديل، خليل يضعها في المرمى، في خمس دقائق أحمد يرجع ويرجع بطاقة لندن. أحمد يضعها إماراتية في مرمى منتخب أوزبكستان. الله الله، الإمارات تتعادل، الإمارات تعود، عيال زايد بيضوها والآن يعودون للمباراة، واثنين اثنين، وبإذن الله إلى لندن، بإذن الله إلى لندن، بإذن الله إلى لندن. الله يا أحمد يا خليل، يا زين كعبك يا عموري، ويا زينها من شوته يا خليل. ومنتخب الإمارات يعود واثنين اثنين، وبإذن الله رايحين رايحين. نبغيها لندن، لندن نبغيها يا أوزباك نبغيها. يلا عطونا الثالث وريحونا وفضوها سيرة وخلصوها يا شباب. يلا يا رجال يلا يا رجال، يلا يا عيال زايد. كرة ملعوبة الآن بتعود لمنتخب الإمارات، والله تغيرت وتحولت بتوفيق الله ودعواتكم، بتوفيق الله ودعواتكم. منتخبنا الأولمبي في خمس دقائق غير مجرى بطاقة التأهل من طشقند إلى أبو ظبي ودبي والشارجة وعمان ومكوين ورأس الخيمة والفجيرة، وكل عربي تتمنى الخير لمنتخب الإمارات. منتخب الإمارات يعود يعود في خمس دقائق، في خمس دقائق. الآن عدنا للمباراة، والآن بإذن الله سننتصر، بإذن الله سننتصر، بإذن الله يجي ثالث ويريحنا وتهدى أعصابنا. يا الله يا الله، الحمد لله الحمد لله. سحب مدافع أمانوف وسيهاجمون، ولكن نحن إلى لندن ذاهبين، إلى لندن ذاهبين. جيل ما يستاهل اللي يكون في المنصات، جيل من يومهم هم رجال، من يومهم هم رجال، حاملين لواء كرة القدم الإماراتية، حاملين أمانينا، حاملين طموحاتنا. هذا الجيل ولا بس، هذا الجيل ولا بس. عطنا يا مخرج يا أوزبك، إذا حد يعرف أوزبك يكلم مخرج أوزبكستان يقول له عطنا الجول، عطنا كيف صنعها عموري بكعبة، وكيف لبست فريل خليل وحطها في مرمى أوزبكستان. قلنا لكم خليل ترى دومي يعذبهم، دومي يبهدلهم. أحمد خليل
خليل في نهائي آسيا 2008 جاب جولين، وفي الآسيان في كوانزو جاب، وانت خلك في بطانيتك والحافك، ونحن بالحافلة للندن بإذن الله. كرة ملعوبة تتخلص بتعود منتخب الإمارات الأولمبي، منتخب الإمارات الأولمبي عمر بيلعبها، كرة بتتخلص وبتعود، بتعود مرة ثانية. كرة ملعوبة لأن أحمد علي، أحمد علي، أحمد بيمر، أحمد بيمر، أحمد راح، الكرة بتتخلص، عموري بيحاول وخطأ ضد عموري. حقولنا بشاي ولا بماي ولا بأي شيء. اثنين 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 في الرابع عشر من مارس من عام 2012، من عام 2012 سنة الخير بإذن الله، سنتعود من خلالها كرة الإمارات. يلا يا خليل عطونا ثالث، عطونا ثالث، ترى هذه حزتها وهذا وقتها. والكرة من عموري أمامي يا أحمد خليل، أحمد يعيدها لعموري، العبها لخليل، العبها يا عمر، عالية عرضية باتجاه راشد، الكرة بتعدي من الكل تصل لكوزاك، اضغطوا عليهم والله قادرين نجيب الفوز. بعد الثالث أنا أحط لكم غنية على الهواء، على الهواء نشغلها لكم إن شاء الله، نعلم من خلال هالأفراح بإذن الله تعالى. نفس أرضية ملعب سنغافورة يا الله، نفس الأرضية في ملعب سنغافورة في أكتوبر 89 لما جاب الطلياني من صناعة حمدون هدف لمنتخبنا وتأهلنا لكأس العالم، وقلنا باي باي سنغافورة، We are going to Roma، والآن بنقول إن شاء الله باي باي تشقند، We are going to London. كرة اللعب أمامية تتخلص لمنتخبنا، ممتازة شخصية يا جماعة، رغم أنهم يعني والله عجبوني أنهم اهتزوا ما شاء الله تبارك الله عليهم، أحسنتم أحسنتم. نصف ساعة، نصف ساعة مشاهدين متابعين في كل مكان على أرض الإمارات الحبيبة، كل أبنائها الذين الآن يتابعون ويشاهدون ولله هم داعون، بإذن الله بعدها نعلن الأفراح واستقبال هذا المنتخب بإذن الله. لسه نصف ساعة، كرة بتعود لمنتخب أوزبكستان الآن على الطرف الأيمن، لعب الكرة عالية عرضية، بيسيطر عليها خالد عيسى حارس مرمانا، سكتوا الأوزبك، ما عاد تسمع ولا نسمع، ما عاد تسمع أصواتهم، يا زينكم يا الأوزبك وانتوا ساكتين. كرة ملعوبة عالية وأمامية تتخلص، بتعود لعمر عبد الرحمن، عمر عبد الرحمن بيحاول، حبيب لعمر، يا سلام يا سلام يا سلام لمنتخبنا. الكرة ملعوبة الآن لحبيب الفردان إلى مرماهم يا شباب، إلى مرماهم يا شباب، عطونا ثالث وخلونا نرتاح. كرة بتلعب وإلى خارج الملعب رمي تماس، هذه لنا، هذه لنا، إيه برافو برافو، هذه لنا، هذه لنا. محمد فوزي الآن راح يشارك، غير تبديلاته بعد ما بدل أحمد خليل النتيجة، كان راح يشرك مهاجمين وإذا به فجأة. هذه كرة القدم يا ناس، كيف تتبدل وكيف تتحول. كرة ملعوبة الآن لصالح منتخب أوزبكستان، المحاولة قائمة للمنتخب الأوزبكي في منتصف ملعبه، بحاول يمشيها، لا زالت المحاولة قائمة، نقل الكرة الآن بتتخلص، برافو عبد العزيز صنقور، عبد العزيز صنقور، الكرة ملعوبة لأحمد علي، لعبد العزيز صنقور، أمامية لمنتخب الإمارات، محاولة قائمة بحاول من خلالها صنقور، لكن الكرة بتتخلص، عادت لنا وهناك خطأ يحتسب، خطأ يحتسب لصالح منتخب الإمارات الأولمبي، خطأ لصالح منتخب الإمارات الأولمبي. اثنين اثنين، محمد فوزي الآن مكان راشد عيسى، الآن محمد فوزي مكان راشد عيسى، تبديل في الدقيقة 62 على أحداث المباراة، راشد يترك الملعب وتبديل ثالث للأوزبك، وأخير كريموف راح يشارك لصالح المنتخب الأوزبك، كريموف راح يشارك لمنتخب أوزبكستان، ومحمد فوزي لصالح منتخبنا الأولمبي. Player number 15 راشد عيسى replaced by player number 18 محمد فوزي. 2-2. Birleşik Arap Emirlikleri terma jamoası da futbol. Allah'ım tamam على خير. على خير. جيل ما ودك إلا أنه يفرح. لأنه يفرح. محمد فوزي شو؟ كرة اللعب. برافو برافو، الكمال يخلصها. لا تستعرضون يا شباب، بعد ما نضمن النتيجة نبغي نستعرض. كرة اللعب، أحمد خليل بيحاول،
تصل لحارس مرمى أوزبكستان اللي بيلعبها أمامية، تتخلص وبتعود للمنتخب الأوزبكي. كيليجييف ينقلها أقصى الجهة اليمنى، ملعوبة للمنتخب الأوزبكي، عرضية برافو، تخلصت هدوء، نظرة إلى الأمام، المهم ما نفقدها بسهولة، كرة لأحمد علي لكنها بتتخلص وبتعود لصالح المنتخب الأوزبكي. ملعوبة الآن لأوزبكستان، عالية وعرضية، برافو حمدان بيخلصها، وفوزي بيشتتها، والمرتدي يا شباب، المرتدي يا شباب، كرة ملعوبة لصالح منتخب أوزبكستان، المحاولة قائمة بتتخلص. أحمد علي بتعود مرة ثانية لصاحب الهدف الثاني وكابتن المنتخب موسيف، نقل الكرة لصالح منتخب أوزبكستان، عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، الكمالي بيخلص مرة أولى، وصنقور بالكرة بتبعد لخارج الملعب، رمي التماس لصالح المنتخب الأوزبكي، رمي التماس لصالح المنتخب الأوزبكي. هذا هو كريموف الآن، أحد الأسماء اللي تلعب كوسط مهاجم ومن اللعيبة المميزين على فكرة، مكان صاحب الهدف مكان نقايف، نقايف اللي ترك أرضية الملعب، إيفان نقايف يترك أرضية الملعب، يترك أرضية الملعب، كرة تبعد مرة ثانية إلى رمي التماس لصالح منتخب أوزبكستان، 2-2 2-2 كرة ملعوبة عالية وعرضية تبعد من صنقور، المهاجمين عليهم مجهود أكبر الآن في هذه اللحظات للضغط على المنتخب الأوزبكي، كرة ملعوبة عالية وعرضية أمام المرمى، برافو محمد أحمد بيخلص، تصل لعمر لمها بشكل ممتاز، واحدة من المرتدات يا شباب، واحدة من المرتدات أمامية لكنها قصيرة، لكنها قصيرة، الثلاثي عمر وأحمد، وأحمد عليهم الآن أنهم يتحركون، خلاص يا شباب 25 دقيقة وبعدها كل شيء ينتهي، الكرة بتصل لخالد عيسى ولصالح منتخبنا الأولمبي، خلاص يا شباب 25 دقيقة باقية، هذه تسجل إنجاز، تسجل تاريخ، الآن اشتغل 200%، 300%، 400%، مو مشكلة، المهم تعدي دقائق لأن إنجاز بلد، إنجاز وطن، إنجاز للتاريخ، كرة ملعوبة أحمد خليل ياخذها، أحمد بيحاول، بيسيطر عليها أحمد خليل، الكرة اللي خارج الملعب ضربة مرمى، ضربة مرمى، ضربة مرمى، كرة بتلعب لصالح منتخب أوزبكستان، كرة بتلعب بيمر اللاعب الأوزبكي، لعب الكرة عرضية، إبعاد، برافو من محمد أحمد، تعود الكرة في منتصف الملعب، عمر فوزي بيحاول، الكرة تصل الآن لعبد العزيز هيكل، لعمر عبد الرحمن، تمرير الكرة الآن لمحمد فوزي لمنتخب الإمارات الأولمبي، الكرة بتتخلص وبتعود، اضغط يا حمدان، خلص إسماعيل، وهناك خطأ لصالح منتخبنا الأولمبي، راحت راحت، نهدوا وتهدون، علي مبخوت مكان أحمد علي، تبديل ثاني لمنتخبنا الأولمبي، يعطيك العافية يا أحمد وبالتوفيق يا علي، بالتوفيق يا علي، وما هي إلا دقائق، player number 9 Ahmed Ali replaced by player number 7 وما هي إلا دقائق، وبعد لكل حادث حديث، كرة ملعوبة أمامية، عمر عبد الرحمن، كرة لعبد العزيز هيكل، مشيها لعمر على الطرف، عمر مشي حلوة لخليل، حلوة مشي مشي يا أحمد، لعبها لعلي مبخوت، كرة لمنتخبنا، كرة في مكان سليم، حبيب فردان بيلعبها لعمر، عمر عمر لازال يحتفظ بالكرة، ولكن الكرة بتتخلص، وخطأ يحتسب لصالح المنتخب الأوزبكي، خطأ لمنتخب أوزبكستان، كرة مرتدة للمنتخب الأوزبكي الآن على الجانب الأيسر، الدقيقة 68 من عمر المباراة، المحاولة قائمة الآن للأوزبك على الطرف الأيمن، محاولة المرور لا زالت قائمة لمنتخب أوزبكستان، حمدان أرجع لقلب الدفاع، بتعود الكرة الآن لمنتخب أوزبكستان، أحمد خليل برافو 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 يا شباب، اضغطوا عليهم لا يبنون الهجمة على راحتهم، محاولة قائمة الآن على الطرف الأيمن لصالح المنتخب الأوزبكي، عرضية تخلص بيحصلها حبيب فردان، بيحصلها والكرة ما زالت
في أرضية الملعب لنا واضحة ما يبغى لها شك. وأنا في دبي أشوف أنا هلا. ولا لا يا ياباني غاماساكي توما ورمي التماس لصالح منتخب الإمارات الأولمبي. اللعبة صنقور لعبها عالية وأمامية. علي مبخوت بيحاول الكرة أقرب للدفاع الأوزبكي. علي كاد أن يخطفها. بتعود مرة ثانية لمنتخب أوزبكستان. محاولة الاختراق حمدان معاه لا يعدي. كرة ملعوبة للأوزبك عرضية داخل منطقة الجزاء. حذاري كرة ملعوبة برافو بتتخلص بتتخلص. بتعود مرة ثانية لأوزبكستان بتعود مرة ثانية هي المنتخب الأوزبكي. هاتو خذ ويا زين هم من هاتو خذ. أحلى ونتو شفتها اليوم صراحة من لعيبة أوزبكستان. لعلها دوم بهالطريقة الونتو. رمي التماس اللعبة. عمري ما مرت علي الدقائق مثل هذه الدقائق اللي قاعدين نشوفها. من متى ونحن في الدقيقة 68؟ لصالح المنتخب الأوزبك. اتمر 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 وتهون بإذن الله وتتسهل خطأ لصالح المنتخب الأوزبكي. كرة ملعوبة عالية وعرضية. خالد عيسى بيسيطر عليها. الحمد لله خلصت الدقيقة 68 ووصلنا للدقيقة 70. عالية وأمامية من خالد. أحمد خليل في اللقطة الماضية واعتذار جميل من أحمد للمنتخب الأوزبكي. اللي يحاول أن يمثل خطورة على مرمى منتخب الإمارات الأولمبي لكن الكرة تصل سهلة لخالد عيسى. خذ راحتك والأمور طيبة وتساهيل. عالية وأمامية من خالد. كرة بتتخلص بتعود مرة ثانية. الخطأ هذه من صنقور. تبعد يا شباب ما نبغي ولا خطأ فردي نبغي. حلوة يلا حبيب بلعب أمامية لخليل. خليل أحمد بيحاول خذها أحمد. نبغي هاتريك يا أحمد هاتريك للتاريخ. كرة ملعوبة لعلي مبخوت داخل منطقة الجزاء لكنها ضاعت. عادت مرة ثانية لنا. يلا يا أحمد بيحاول لكن هالمرة رفضها. عادت في منتصف الملعب. برافو يا رجال برافو يا شباب برافو يا خليل. بيجرب وبيسدد لكن بتعدي لخارج الملعب. ضربة مرمى. لو الواحد يغمض عيونه ويفتحها ويسمع صافرة الحكم صفر وانتهينا الأوزبك الشاي يعني بيلعبون في الملحق ونحن إن شاء الله إلى لندن إن شاء الله يا رب. ماشي بعيد عند الله كرة ملعوبة بيمر المدافع الأوزبكي. خطأ ضد عمر عبد الرحمن واللي وصلت مصطيف ملعوبة الآن على الطرف الأيسر. محاولة المرور من زوتايف. برافو عمر عبد الرحمن بيخلصها بالكعب. عبد العزيز هيكل بيخلص. هذه مرتدة لمنتخب الإمارات الأولمبي. علي مبخوت بيمر بيحاول لكن زوتايف معاه. وهناك الكرة تصل لصالح المنتخب الأوزبكي. الكرة أقرب في الجهة اليمنى. محاولة المرور. الكرة بتتخلص لخارج الملعب. رمي التماس واضحة لمنتخب الإمارات الأولمبي لكن مع ذلك هدية للأوزبك من قبل طاقم التحكيم في مباراة اليوم. كرة بتعود لصالح المنتخب الأوزبكي. بتعود أقرب لكل جيب راح ينقلها أقصى الجهة اليمنى. إن شاء الله الطول ولكن وصلت. كرة ملعوبة لأوزبكستان عرضية أمام المرمى. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. عدت إلى الجانب الآخر ولله الحمد. كرة تريف. كرة بتلعب. لا نتراجع إلى الخلف. حاولة المرور. كليجييف. عبد العزيز هيكل برافو بيخلصها لخارج الملعب. رمي التماس. مطولك يا وقت. مطولك يا ليل. كرة بتلعب. لا زالت المحاولة قائمة. لأوزبكستان عرضية تخلص يا فوزي. برافو أبعدها. أقرب لدفاع المنتخب الأوزبكي. الأوزبك اندفعوا الآن. واحدة من المرتدات بإذن الله وبعدها نبارك ونهلي.
كرة ملعوبة عالية أمامية لأوزبكستان. عبد العزيز هيكل بيحظن وبيكسب من خلالها ضربة مرمى. فادين إبراموف مدرب يظهر أمامكم. مع عاداتهم الأوزبك ترى والأتراك كمان تحصلهم يربون شنبهم يربون شنابهم أيام البشوات عندهم يحبون يربونها بهذه الطريقة. خالد عيسى عالية وأمامية. عمر بيلعبها علي أمامية. علي مبكوت بيضغط عليه اضطر للعبها بهذه الطريقة. الكرة تصل لدفاعنا لحمدان الكمالي واحدة من المرتدات يا شباب أمامية لكن بالخطأ من حمدان بتعود للمنتخب الأوزبكي. حبيب فردان معاه الكرة بتعود للخلف الكرة بتعود للخلف أمامية. كريموب بمشيها على الطرف الأيمن لعب الكرة عرضية إلى ضربة ركنية لصالح المنتخب الأوزبكي إلى المنتخب الأوزبكي ضربة ركنية لصالح منتخب أوزبكستان. اللعبة بشكل سريع وصلت الكرة محاولة لعب الكرة. الله يطول لي بعمرك ما قصر فيها كوزاك. شوف هذه كرة كوزاك المميزة والجميلة اللي عدت الحلوة هذه الكرة الماضية إلى خارج الملعب ضربة مرمى عالية وأمامية تتخلص هذا لصالح المنتخب الأوزبكي. آخر ربع ساعة الله يعديها على خير الله يعديها على خير. عمر عبد الرحمن بيلعبها لكن الكرة بتتخلص بتعود الكرة مرة ثانية لمصطيب عالية وعرضية صندور مصاب ولكن إلى خارج الملعب الآن. برافو يا خالد عيسى وكانها لقطة من لقطات محسن مصبح في مباراة كوريا الأخيرة لما وصلنا كأس العالم عام 89 يومها محسن الله يذكره بالخير والأيام الحلوة وكيف شال محسن يمكن 6 إلى 7 أهداف. والله مباراة كوريا أذكرها كأني أشوفها الآن. يا الله كيف صعدنا وكيف وصلنا وكيف جتنا الأخبار السارة بفوز قطر على الصين ووصولنا إلى كأس العالم. وهذه لقطة من لقطات خالد عيسى محسن مصبح القادم إن شاء الله لكرة الإمارات لرجال وأبناء زايد هنا في طشقند وسط الظروف الصعبة ما تصعب عليهم بإذن الله رغم كل ما حدث إلا أنهم لم يخيبوا الظن إلا أنهم عادوا. شوف خالد لما شالها هني ترى انضرب وتعور لكن بعد ذلك كمل ومرة ثانية شالها وبعدها أبعدت. ألف سلامة وسلامة عليك يا خالد ألف سلامة وسلامة عليك يا خالد. الله يعيننا ويعينكم كلنا أعصابنا تلفانة. أنا ودي أهديكم لكن ودي اللي يهديني أول شيء. كرة اللعب إلى خارج الملعب رمي التماس لصالح منتخبنا الأولمبي 2-2 تقدم الأوزبك بهدفين وعاد أحمد خليل في ظرف 5 دقائق عطاهم جولين كل جول يقول الزود عندي كل جول يقول الحلا عندي. كرة اللعب إلى ركنية هذه المفروض أنها ضربت في اللاعب الأوزبكي. عموما رمي التماس من وين راح ينفذها يعني واضحة وين رمي التماس وين نفذها. عموما كرة بتتخلص بتعود لمنتخب أوزبكستان عالية وأمامية في منتصف الملعب. ابعد يا هيكل مو بهالطريقة. حمدان بمبدأ الأمان يا كابتن برافو يا حمدان خلصها والكرة بتعود وبرافو يا كابتن لكن عدى الأوزبكي واللعبت وتخلصت. برافو 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 برافو. دقائق وتعدي دقائق وتعدي في يوم للتاريخ
كرة ملعوبة عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء إلى خارج الملعب، رمي التماس إلى رمي التماس. فتحون مرة ثانية لمنتخب أوزبكستان. في منتصف الملعب عادت لعمر، عمر بيلعبها حلوة لأحمد خليل، خليل بيلعبها أمامية لعلي مبخوت لكنها أطول من اللازم، الكرة بتعدي لخارج الملعب. أما زالت في أرضية الملعب، ما زالت في أرضية الملعب. شايفين جمهورنا اللي هناك أقصى الشاشة لو تشوفونهم. Hurmatli futbol muxlislari, iltimos maydondagi begona buyumlarni otmang. Aksincha maydonda vatanimiz terma jamoasini qo'llab turib, Ali Mabhut yadghat al haris al marma, Ali va amamiya. Ali va amamiya. Naql al kura li muntakhab al uzbek al taraf al aysar. La yaddi, la yamur. Kura mal'uba Ali ardiya, halwa ya Hamdan. Halwa ya Hamdan, khallasha ila darba rukniya. ركزوا يا شباب، ركزوا يا شباب، الدقائق الحاسمة في عمر مشوار تاريخي، سيسطر بأساميكم، سيسطر بأرقامكم، سيسطر وينول لبلدكم. ضربة ركنية للمنتخب الأوزبكي الآن، كرة ملعوبة على أرضية خالد عيسى، برافو بيسيطر عليها، برافو بيسيطر عليها، كملوها يا شباب، كلها دقائق وبإذن الله فالكم لندن، فالكم الأولمبياد، أنتم جيل يستاهل، أنتم جيل يستاهل. عامر عبد الرحمن مكان أحمد خليل، عامر عبد الرحمن مكان أحمد خليل. غريبة ما أنه وصلنا ل أحمد خليل، هذا حبوش صالح عامر خارج القائمة. هل شفنا الرقم وعلى طول انتهينا، لكن عموما حبوش صالح، أحمد خليل يا أحمد، الله يا عمري يا أحمد، ظهرت في الوقت المناسب، جيت في اليوم المناسب، في اللحظات المناسبة. كرة ملعوبة لحبوش، الكرة إلى ضربة مرمى، عشر دقائق لعلها الأطول، لعلها الأصعب، ولكن حالاتها لما تجي بصعوبة، حالاتها لما تهون بعدها. كرة بتلعب لمنتخب الأوزبكي، يلعب الكرة عالية وأمامية، حمدان الكمالي بيخلص، حلوة حبوش لعمر، عمر كرة ملعوبة، يلا يا شباب خلصوها يا شباب، يلا يا حبوش في مكان سليم، روح يا حبوش. الكرة بتلعب الآن لحبيب الفردان، حبيب لعمر، عمر لمن؟ الكرة لعلي مبخوت، خلصها أرجوك. الكرة تصل لحارس المرمى. منتخبنا الأولمبي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة. كرة للمنتخب الأوزبكي، لا زالت المحاولة قائمة لأوزبكستان الآن، عبد العزيز صنقور معاه، بتعود الكرة للمنتخب الأوزبكي، اضطر للعودة للخلف، بتعود الكرة مرة ثانية لصالح منتخب أوزبكستان. عادت الكرة الآن على الطرف الأيسر مصطيف بينقلها باتجاه تزيف، بتعود مرة ثانية لمصطيف لأمامية، بتتخلص الآن وبترتد. عمر عيني علي مبخوت بيلعبها الكرة إلى خارج الملعب، رمي التماس، خذوا وقتكم. رمي التماس. رمي التماس، اللعبة لحبوش، الكرة بتتخلص. عادت لمنتخب أوزبكستان وتحديدا لإسلوم إلى المنتخب الأوزبكي. بريموف أمامية، يحاولون الاختراق من نفس الجهة، مصرين على هذا المكان. نقل الكرة الآن على الجانب الأيسر للمنتخب الأوزبكي. الآن ضغط من حبوش صالح،
بوش. كل جيب يحاول. المنتخب الأوزبكي يعاني، لا يستطيع بناء هجمة ولن يستطيع بإذن الله. كرة بتنقل على الجانب الأيسر لدفاع منتخبنا الأولمبي، محاولة المرور والتقدم مع حبيب الفردان. حبيب والكرة برافو إلى خارج الملعب، رمي التماسي صالح المنتخب الأوزبكي. 7 دقائق، كرة ملعوبة في منتصف الملعب. نقل الكرة المنتخب الأوزبكي لكريموف. كريموف يحاول يمشيها، خلصت من عبد العزيز الصنقور، خلصت وعادت لحارس المرمى الأوزبكي. عادت الكرة الآن، نترقب وننتظر، نشاهد ونتمعن وندعو الله دائما وأبدا. كرة ملعوبة، هذه سهلة تماما لحارس المرمى مرة ثانية. شوف بالله، هذه أرضية ملعب، هذه أرضية ملعب. كرة بتلعب أمامية، تتخلص. كرة بتلعب، محاولة المرور لكنها بتتخلص. حبيب الفردان أمامية، الكرة لتزيف على الجانب الأيسر. 6 دقائق، ملاحظين بين الدقيقة والدقيقة، مطولها مطولها والله، وقت يعني مو طبيعي الصراحة. ما هي الدقائق الحين؟ الدقيقة الحين 60 ثانية ولا زادت؟ إذا 60 ثانية لا يعني في ما تمر ما تمر. تعدي وتهون، تعدي وتهون. كرة لخارج الملعب، رمي التماس. كرة ملعوبة للمنتخب الأوزبكي. أمامية، علي مبخوت خطفها، كرة مرتدة الآن لكن بيحصلها توزيف، بيحصلها توزيف. دقائق تمضي والكرة تحت أقدام الأوزبك لكن دون فاعلية، دون قدرة على التقدم للأمام. متماسكين حتى اللحظات الأخيرة بإذن الله، حتى الصافرة في يوم للتاريخ لهذا الجيل الذي يصنع التاريخ بنفسه، يصنع الأمجاد بنفسه. كرة ملعوبة الآن لمنتخب أوزبكستان، محاولة المرور. حمدان الكمالي بيغطي، حمدان بكعبة بيلعبها، بتعود. مبدأ الأمان يا شباب، مبدأ الأمان يا شباب. كرة بتلعب عالية وأمامية، خالد عيسى بيسيطر عليها، سيطر عليها. 4 دقائق ونص، 4 دقائق ونص، عالية وأمامية. علي مبخوت بيضغط على حارس المرمى، برافو يا علي، برافو. شغله شغله وكسب رمي التماس. عليهم عليهم يا شباب، بلادي جمهورك ينادي، جمهورك ينادي. باسم الإمارات عالي. كرة بتمر لحبوش صالح، بيلعبها عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء، بيسيطر عليها حارس المرمى. بتعود الكرة، ضغط ممتاز، ضغط ممتاز، كملوا الضغط. كرة بتلعب الآن، حبيب فردان بيحاول، حبيب الفردان بيحاول. بتعود الكرة لصالح المنتخب الأوزبكي، أمامية. كولاجييف، 3 دقائق ونص. الكرة بتعدي على الجانب الأيمن لكن برافو صنقور، بيعود ويعمل كفرنج مهم ويغطي. اضطروا للعب الكرات الطولية الأمامية. الكمالي، حمدان، يا ليتك أبعدتها. كرة ملعوبة الآن للمنتخب الأوزبكي، للمنتخب الأوزبكي. بيحاول يمر مصطفى، مصطفى يف بيلعبها الكرة إلى ضربة ركنية لصالح منتخب أوزبكستان، ضربة ركنية لصالح منتخب أوزبكستان، ضربة ركنية لصالح المنتخب الأوزبكي. على تنفيذ البديل بيلعبها خالد عيسى بقبضة اليد، بيخلصها، بتعود وبتتشتت من حبوش صالح، بتعود مرة ثانية لكوزاك، تخلصت من أمامه والكرة لخارج الملعب.
دقيقتين ونص. يا رب عديها على خير، يا رب سهلها عليهم. كرة بتلعب، كريموف بيلعبها أمامية أطول من اللازم، عدت الكرة إلى رمية تماس، إلى رمية تماس، خلصت. برافو حبوش، بتعود لتوزيف، الكرة ما زالت، توزيف يحاول، تلجيف البديل أرخ ماتوف أمامية، خلصت، ارتدت لنا، علي مبخوت، إلى لندن، يا علي، حطها وخلنا نفرح. من كرة، بطاقة صفراء، دقيقة ونص، يا الله على الكرة، يا الله على الكرة، خلصت. محمد فوزي بيحاول، لازال يحتفظ بالكرة، خطأ له، حكم مباراة ما احتسبه. دقيقة تعدي يا رب على خير، دقيقة تعدي على خير، السامع يقول يا الله، يقول آمين. دقيقة، أمامية، زولتايف بيحاول، محاولة، عدت نص دقيقة، 25 ثانية، يا رب ما يحتسب وقت ضايع، يا رب ما يحتسب وقت ضايع. خالد عيسى بيلعبها عالية وأمامية، تتخلص الكرة، عادت لمنتخبنا، كرة ملعوبة أمامية، انتهى الوقت الأصلي. كم الوقت؟ أربع دقائق. بتعدي بإذن الله. أربع دقائق، كرة ملعوبة لأوزبكستان، عالية وأمامية، خلص يا يا هيكل، يلا يا عيسى، مسكها عيسى، عالية وأمامية، خلصوها يا شباب. الكرة بتعود مرة ثانية للمنتخب الأوزبكي، لحظات تتلف الأعصاب، هذه كرة هي بإذن الله إلى لندن، هي هذه راح تكون. كرة ملعوبة الآن، خميس إسماعيل بيمشيها لعموري، لعبها لحبوش، حاول يأخذها، عدت دقيقة وباقي ثلاث، استهلكوا كل وقت، اقتلوا الوقت، وبإذن اللي ما تنام عينه راح نفرح، بإذن الله عز وجل راح نفرح. عمري عليك يا هيكل، إلى ضربة ركنية لصالح منتخبنا الأولمبي، جلسوهم هناك صوب مرماهم، ضربة ركنية لمنتخبنا الأولمبي. عمر لحبوش، حبوش إلى رمي التماس، يلا، عمر كرة بتتخلص، بتعود لنا، أبو خميس إسماعيل، ارتدت المنتخب الأوزبكي، كفو، خلصها خميس إسماعيل، لعبها لعمر، مشيها يا عمر، يا سلام يا عمر، بيحاول لكن الكرة تتخلص، بتعود، يا سلام، خلصوها يا رجال، خلصوها يا شباب، كفو، خطأ لصالح منتخب أوزبكستان، ما لها داعي والله الأربع دقائق يا ياباني، ما لها داعي، اللعبة
وتخلصت وهي هي راح نخلصها. يلا يا حباش يلا يا حباش الله عمري الامارات عمري يا بلادي دوم دوم يا بلادي رايدك مرفوعه الله اخوان ذياب سواها اخوان ذياب الى لندن تاهلنا ولله الحمد تاهلنا ولله الحمد الله اكبر يا وطن الله اكبر يا وطن من طشخند الى لندن دايركت الى لندن دايركت ولد بنياس اهدى اهلي فقيد الامارات وبنياس حطه واعلن تاهلنا الى لندن الى لندن وزهب دلالك يا فنادق لندن عيال زايد جايين عيال زايد في لندن مصيفين عيال زايد تاهلوا مبروك يا بلادي مبروك لصاحب السمو رئيس الدولة مبروك لنائب رئيس الدولة مبروك لحكام الإمارات مبروك لشعب الإمارات مبروك لكم انتو يا رجال في أرضية الملعب مبروك يا محمد خلفان الرميثي يلي سويت كل شيء عشان هالمنتخب مبروك يا أهل الإمارات عطونا غنية عطونا غنية شغلونا أغاني نبى نحتفل اللهم لك الحمد دقيناهم ثلاثة سجلوا اثنين وعطيناهم ثلاثة إهاه إلى لندن إلى لندن بحفظ الله ورعايته الطائرة الخاصة اللي أرسلها محمد بن راشد راح سلهم طائرة خاصة ثانية على لندن الآن بدوا يخربون يحاولون يخربون يا شباب نبغي نحتفل يا شباب ما عليكم منهم أوه يا علي نجم بتشغل أغاني ولا بغني شغلونا أغنية منصور بصوت أبو بكر يا سلام على ذيك الأيام مبخوت لحبوش مبخوت لحبوش وثالث إماراتي كفو 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 هذه الأغاني اشتغلت ودبي الرياضية تدرون ليش احتفلت قبل المباراة وبعض الناس انتقدوها لأنها كلها ثقة بهذا المنتخب العظيم بهذا المنتخب الرائع بمنتخب الإمارات الأولمبي بأبناء زايد وخليفة ومحمد بأبناء الإمارات الله أكبر الله أكبر تاهلنا ولله الحمد وصلنا للندن ولله الحمد من طشقند من العاصمة الثلوج إلى عاصمة الضباب نشاهدها بكل وضوح نشاهدها لندن ويا لندن أنت غير بالنسبة للإماراتيين ها ما في صيف هالسنة إلا في لندن إلا في لندن نصيف هناك بدلالنا وقهوتنا وأعلامنا ومع شيوخنا وهناك هناك هناك مبروك يا الإمارات ألف مبروك لكل أولياء الأمور لكل أهل الإمارات الحبيبة لكل العرب اللي وقفوا معانا لكل من ساندنا واحتفل ويانا مبروك مبروك لجيل الرجال لجيل الإنجاز لجيل الإعجاز لأبناء زايد الخير سووها أبناء زايد الخير سووها وتأهلوا اليوم ووصلوا اليوم رغم الظروف الصعبة رغم كل الصعبات لأنهم عيال زايد وزايد في يوم من الأيام قالها الرجال هي اللي تبني الرجال هي اللي تصنع للمصانع ورجالنا صنعوها ورجالنا سووها هنا سيستقبلكم أولياء الأمور سيستقبلكم كل من يحبكم كل من ينتمي إليكم أنتم فخر هذا الوطن أنتم رجال هذا الوطن أنتم أبناء هذا الوطن من سيدي صاحب السمو رئيس الدولة إلى أصغر واحد من شعب الإمارات وفي الأمة العربية والإسلامية ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك لعلها أصعب مباراة تعلقت عليها في حياتي لكن بيضوها عيال زايد رايتهم بيضة سووها شكرا لنائب رئيس الدولة على الطيارة الخاصة.